بحر. كيف الصحة والأخبار عامل إيه؟ أهلين عمي أحمد أهلين دكتور كيفك؟ الحمد لله تمام والله أنا بخير بصحة والله لو أنا دكتور تغذية شو أخبارك يا دكتور؟ أحلى متابعة إيه لك فورا الله يسعدك ربنا يحفظك بقول لك أنا دكتور تغذية لو عندك حبيبي عملت لك فول الله يكرمك بقول لك على يا دكتور أنا دكتور تغذية لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسألنا نفيدك دخيل عينك يا دكتور عندي سؤال واحد بس أحفظك. انه الصحه الصحه شلون ممكن الواحد انه يكونها او يعمل صحه يزيد في الوزن يعني تماما ايه مم. والله بص ما بعرف اذا ممكن يكون في عنده سوء امتصاص او شيء يعني اذا زاد الاكل ما عم يستفاد شيء ايه هو عنده كم سنه 27 سبعة من رماد تعدي صب مساك يا من رماد دخيل الله سوريا حبيبة قلبي ايه آه. طب بص انا هقول لك هقول لك انا على هكلم معاك عن سوء الامتصاص وعلاج سوء الامتصاص لان لو هي المشكله في النحافه اللي موجوده عنده سوء الامتصاص يبقى في البدايه قبل ما نعالج المشكله لابد ان احنا نعالج سوء الامتصاص اصبر معايا بس دقيقه واحده احط البتاع ده عشان اسمعك كويس يا حاجه <applause> احنا بن ال الماله ابزوربشن ماله ابزوربشن ماله ابزوربشن ماله ابزوربشن ده يعني سوء الامتصاص احنا احنا مثلا وليكن عندنا سوء امتصاص يا دكتور احمد ايه المفترض اللي احنا نعمله علشان نعالج هذه المشكله طبعا في البدايه لما نيجي نتكلم مثلا وليكن عن سوء الامتصاص او كده نقول ان دي حاله من الاضطراب بتبقى في عمليه الهضم بتاعنا وامتصاص المواد الغذائيه او المركبات بتاعتها اللي موجوده في الامعاء بتاعنا يبقى ده كده رقم واحد. تمام تمام. علشان نفهم معنى سوء امتصاص المواد الغذائيه من المهم ان احنا نعرف مراحل عمليه الهضم يعني انا دلوقتي عشان نفهم بص يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم مثلا عن الدهون إيه الدهون مثلا وليكن لو جينا اتكلمنا فيها نقول إيه بيحدث تفكيك الدهون وتحليلها أملاح المرارة وإنزيمات البنكرياس بتاعنا وحاجة اسمها الليكوبز ال ال الحاجات دي بنقول مثلا وليكن المواد ال 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 عن هذا التفكيك الم المواد الناتجة عن هذا التفكيك بتبقى الأحماض الأمينية بتاعتنا أنا برضو مش عايز أدخلك في قصة كبيرة يا دكتور أنت دخلتني في كلام أنا عارف أنت دلوقتي في دماغك أنت بتكلمني في كلام كتير قول لي دلوقتي أنا أه عندي أنا عندي سوء امتصاص لي... كعلاج كعلاج آه, آه, أه كعلاج أنا دلوقتي مثلا عندي أنا دلوقتي عندي سوء امتصاص آه ومثلا و... مال ابزوربشن أو مال نيوتريشن حكيم حكيم آه. حكيم السؤال آه. السؤال أنه أول شيء إذا زاد الأكل ما عم يستفاد شيء كسمنة إذا لعب الرياضة ما عم يستفاد شيء كمان كسمنة، رياضة مع أكل ما عم يعمل شيء. بص أنا فاهمك حاجة، لو أنا دلوقتي أنا بص أنا إحنا آه النحافة لها أسباب كتير جدا، ممكن يكون عندنا اضطرابات في الغدة الدرقية زي مثلا فرط نشاط الغدة الدرقية، الأكل اللي إحنا بناكله بيتحرق بشكل مستمر كنتيجة إن الغدة الدرقية مثلا فيها آه في إفراط في نشاط هرمون ال يعني آه الهرمونات بتاعتها اللي هو T3 مع زيادة التي زيادة مع أه يعني T3 و T4 بيفرز بكميات اكبر من الطبيعي فتلقائيا في حرق اكتر من الطبيعي يا دكتور ده انا باكل كل حاجه وبعمل كل حاجه عشان ازيد في الوزن وبرضه ما بزيدش في الوزن ده انا باكل اكتر من الشخص التخين وبرضه ما بزيدش في الوزن ايه السبب السبب زي ما انا بقول كده قد احنا ممكن يكون عندنا غده درقيه ممكن يكون عندنا, عندنا غده درقيه مشاكل في الغده الدرقيه او قد يكون عندنا ديدان في الامعاء ديدان في الامعاء برضه سبب في نحاف وفقد الوزن او قد يكون لا عندنا ديدان بتبين حكيم الديدان البي... عند كل الناس الديدان عند كل الناس وجات لك مره في العمر وجات لي انا مره في العمر كل الناس بتجي لها ديدان ايه ايه آه يعني خالصين غيره آه ماشي آه الانيميا برضه سبب في النحافه وفقد الوزن فلا بد ان احنا برضه نعمل تحليله الانيميا عشان نتاكد ان احنا الحمد لله رب العالمين صحيا بخير وما عندناش اي مشاكل صحيه مسببه لنا آه يعني النحافه وفقد الوزن يبقى تحليله الانيميا برضه احنا الانيميا بسبب في النحافه وفقد الوزن طب ايه ثاني يا دكتور احمد مثلا ولا يكون ممكن نتكلم فيه انا عايز برضه اديك يعني أنا عايز أخش معاك في المفيد دي. يعني أنا دلوقتي أنت قلت لي أنا عندي علاج سوء الامتصاص. عندي سوء امتصاص إزاي أعالج سوء الامتصاص؟ بصوا يا جماعة أهداف علاج سوء الامتصاص أول حاجة لازم نعوض المواد الغذائية اللي إحنا نعرف مثلا إحنا عملنا فحوص معينة وجدنا إن في عناصر إحنا عملنا مثلا وليكن تحاليل معينة إحنا عملنا تحاليل معينة وكانتيجة لهذه التحاليل طلع عندنا مثلا نقص في بعض الفيتامينات أو نقص في بعض المعادن فكانت يعني مثلا انا عندي نقص عملت تحليل فيتامين د طلع عندي نقص فيتامين د يبقى لازم نحط فيتامين د نعوض النقص لو احنا مثلا طلع عندنا نقص فيتامين ب 12 طلع عندنا أه. يبقى اول حاجه في العلاج لابد ان احنا نشوف ايه اللي ناقص في الجسم لان القاعده بتقول اذا عرفنا ما هو العنصر المفقود نستطيع ان نعالج اي مرض إذا عرفنا ما هو العنصر المفقود نستطيع أن نعالج أي مرض، فهو الفكرة إن احنا نعرف ما هو العنصر المفقود عندنا في جسمنا اللي مسبب لنا النحافة، فبنعمل مثلا مجموعة من التحاليل معينة علشان نعرف ما هو العنصر المفقود ونعوض العنصر ده. تاني حاجة الاهتمام قدر الإمكان بعلاج المرض أو المسبب اللي بيؤدي سوء امتصاص. لأن في مثلا لأن في غالبية مثلا حالات الإصابة سوء امتصاص المواد الغذائية إيه يعني ممكن مثلا ولا يكون يلاقي عنده مثلا حساسيه من بعض الاطعمه هي السبب الرئيسي في سوء الامتصاص فانا بدل ياكل نفس الاكل طب ما تلقائيا مش هيبقى في استجابه الجسم هينزل الاكل ده اللي الجسم اصلا بيحاربه لأنه هو بيفسره كشيء غلط فبينزل استجابه للطعام ما في عم اقول لك انه اكل زياده ما في استجابه لعب الرياضه مع طعام كمان ولا اي شيء جسم هو هو ما هو ماشي ما انا بقول لك اهو يبقى لابد ان احنا نعمل الفحوصات في البدايه علشان نتاكد نشوف ايه ما هو العنصر المفقود غدة الغده نعمل تحليله الغده الدرقيه نعمل تحليله الانيميا نعمل تحليله تحليل الديدان في الامعاء و و وطبعا تحليله البراز برضو بتكشف لنا اللي هي آآ 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 عشان الطعام الغير مهضوم وانت اصلا بتقول انا عندي طعام غير مهضوم. هناك نصايح بقى نصايح لزياده الوزن بشكل عام ممكن نتكلم فيها لحد ما تعمل هذه التحاليل. تمام ايه مثلا ممكن اتكلم معاك احنا فاضل معانا مثلا معانا كام دقيقه احنا قلنا عندنا مثلا وليكن سبعة وعشرين سنة والطول بتاعنا قد ايه؟ مية وخمسة وسبعين خليكي ام خليكي صلي شوية عم بدور عليك خليك شوية ايه تفضل ايه تمام بص هو بص في 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 حاجه بنمشي عليها في البدايه بنقول يا جماعه انت دلوقتي بتاكل كم وجبه في اليوم؟ والله يا دكتور احمد انا ما باكلش الا وجبه باكل ثلاث اربع وجبات باكل وجبه واحده او وجبتين في اليوم بس وجبتين دسمين جدا علشان ازيد في الوزن، لا لو احنا عايزين نزيد في الوزن بدل ما بناكل الوجبتين دولي هنخلي نفس الوجبتين دولي فقط إيه هما نفسهم بس هنقسم كل وجبة فيهم ثلاث وجبات يعني أنا مثلا جايب شيء معين هاكله هو الطبق الكبير لا الطبق الكبير ده نروح أس... أسمينه لو أربع مرات كده أو ثلاث مرات أو مرتين بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان احنا ناكل بدل ما ناكل الوجبتين دول اللي هنقسمهم تلاقي في الكميه اه يعني الكميه بتاعتنا تبقى صغيره وهنكررها كل ثلاث ساعات، الناس اللي عايزه تزيد، انا مثلا ولا الناس اللي بتجيني في العياده وبتتابع معايا في العيادات بشكل مستمر، إيه عرب اجانب، أطراف كل الناس بلا ايا كان إيه عايزه تزيد في الوزن بشكل اساسي يبقى عندنا ثلاث وجبات رئيسيه وثلاث وجبات خفيفه، و... و... وبالنسبه للشخص النحيف انت بتقول اصلا الهضم بتاعنا بايظ، الت... السوق... عندنا سوء امتصاص، فما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا مثلا وليكن نروح نملا مره واحده، هنملى المعده اصلا مش مستجبين يعني بص هفهمك حاجه. المعده بتاعتنا للشخص النحيف عامل بالظبط زي معده العصفوره. العصفوره الصغيره تماما تماما الشقاعه اللي حتى بقى آه. اه معدته صغيره فانت تلقائيا مثلا انا معدتي صغيره ينفع مثلا واحد معدته صغيره تملاله بوجبه دسم مره واحده الجسم مش قادر يشتغل عامل بالظبط زي ما صحيح. انت بش... ما صحيح. انت مثلا تطلع على المكنه بتاعت الرز والخرم وي... ايه بتاع اللي انت بتسقط فيه الرز دههو ال... 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 الرز اللي انت بتسقطه ده هو خرم صغير كده لو حطيت الشكاره مره واحده هتتلسع هتروح سدى الخرم اه اه هي المكنه هتوقف كذلك برضو احنا عندنا مكنه جوه المشكله اللي احنا كلنا بلا استثناء ان المكنه بتاعتنا احنا بنتعامل معاها بغشامه بنتعامل بغشوميه مع المكنه اللي ربنا خلقها نتعامل براحة يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم ايه لقيمات يقيمنا يقوم... صلبه فان كان لا محاله انت فان كان لا محالة فاعلا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه اهلا بك يا هاري المهم اهلا بكل الناس اللي موجوده تحت في حد تحت عمليقتي انا باكل ثلاث وجبات فطور وغدا وعشاء باليوم آه. وبين كل وجبه لازم اكل مكسرات شيبس او كولا او شوكولاته آه. برافو برافو عليك والله يا ام ام ام, أم. 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 الحمد لله بس و... وزنة 65 يا يعني. ام آه بس الحمد لله ولسه يك... ولسه بكون جعانه وزني 65 يا سلام يا ام 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 والله بصي وتقول لك 167 يا سلام لا عندك 2 كيلو لازم زمكي. زمكي. انت لازم تنزل بكا انت لا انت عندك دلوقتي 2 كيلو لازم نتخلص منهم فورا انت بعد البث ده ابقى نفسك هتلاقي نفسك نزلت ل 2 كيلو وبدعي دعوه صالحه بس اه تنزل 2 كيلو اه تنزلهم بعد البس على طول بشكل مباشر هي يعني مش داخله بس على ال175 كوزن كوزن طبيعي ال175 اقل شيء 70 80 صح هي هي وزنها 65 وطولها 167 يعني تقريبا عندها 3 كيلو او 4 كيلو زايدين من 2 ل 5 كيلو زايدين يعني لو هي بنتكلم عن الوزن المثالي ال175 انت طول طولك 175 يعني احنا بنقول مثلا من رجل من 65 ل, ل... يعني بنقول مثلا من 65 لا الحسبه هتقول من 68 مثلا لحد لحال... انت بتقول 75 175 سنتي امم يعني احنا بنقول بنتكلم... اه طول طول اه يبقى احنا بنتكلم من 72 لحد 77 ده يعتبر الرينج الصحي اللي احنا المفروض نكون موجودين عليه فاهمني؟ قديش لازم يكون الوزن؟ 75 175 سم يبقى المفروض الوزن يبقى من 72 لحد 77 يعتبر كده في الرينج الصحي بتاعك. او ممكن الحسبة العادية اللي الناس كلها عارفينها دي يا دكتور احمد اطرح من الطول بتاعك مية بس يعني يعني لا خلينا نتكلم في الرينج الطبيعي اللي اطرح من من الطول بتاعك مية لو نت, 100 لو نت... اه... لو يعني انت بس مية خمسة وسبعين اطرح مية خمسة وسبعين في ناس يقول لك اطرح من الطول بتاعك مية وخمسة فلو طلع فانا قلت جبت لك المتوسط يعني اللي للحسابات المختلفة في ناس تقول لك اطرح من مية وعشرة وناس تقول لك اطرح من مية وخمسة وناس تقول لك اطرح من مية أنا جبت لك المتوسط حقيقي. ما بينهم اه الفكرة الأولى كمعده معده ما عم تقبل الطعام لازم بدايه سوائل يكون الطعام عشان المعده تتوسع مظبوط لا. لا مش مظبوط شلون لك انا بقول لك انا انا لو عايز ازيد في الوزن انت إيه بسمع طيب مني النصايح وبعد ما نقول النصايح يعني صباحك م. يا اجنبي خليني اقول لك انا نصايح هقول ايه. ل... لك انا على نصايح لزياده الوزن وهديك وصفات يا عم هدي... هديك مجموعه من وصفات برضو كويسه ممكن تساعدنا في ان احنا نزيد في الوزن يعني وصفات لزياده الوزن بشكل صحي تمام امم إيه زي ما قلنا كده لابد ان احنا نغير شويه في نمط الحياه بتاعنا لابد ان احنا نغير في نمط الحياه بتاعنا يعني انا دلوقتي اسال يا دكتور احمد إيه يعني تقدر تقول ان انا إيه انا عملت التحليل بتاعي وطلع ما عنديش مشكله العصبيه العصبيه سبب رئيسي في زياده في النحافه وفقد الوزن فلو انا عندي عصبيه ونحيف لو انا عندي عصبيه ونحيف فامكانيه ومش مش مش انت بس عندك عصبيه كل الناس عندها عصبيه انا بتكلم بشكل اساسي يعني اغل وتسعين وتسعة من عشرة من الناس النحيفه بعد ما نعمل التحاليل وما طلعش عندهم حاجه من غير ما اسالها انت عصبيه ولا لا اقول لها ممنوع العصبيه فتقول لي انت عرفت ازاي امال انا الدكتور كده قاعد وخلاص يعني مش فاهم الدنيا هو ازاي ما هو يعني فعلى طول بشكل مؤسف ده تضحك تقول لي يا دكتور انت عرفت ازاي وحد كلمك ايه فشدنا الموضوع اشياء عصبيه وكتير اه وكتير ايوه إيه المهم القاعده اللي بتاعتنا ممنوع العصبيه ما تسمحش لو انت عايز تخس لو انت عايز تزيد اقصد ممنوع لو انت عايز تزيد في الوزن ممنوع العصبيه ما تسمحش لاي حد مستحيل بقيت. مستحيل لا هقولك كل مستحيل كل حاجه كل حاجه ما ممكن. في طريقه ما في طريقه هقولك على حاجات طريقة. يا عم اسمع مني انا هديك هقولك على شويه حاجات مكملات تريح اعصابك وتخليك هادي وبارد يا عم انت ليه بتمنع خير ربنا خير ربنا جاي لك سيبه يجي لك يا عم يا عم سيب خير ربنا يا عم اكيد تعليم. اكيد يا حكيم بس انا عم اعطيك يا حكيم انا عم اعطيك انه انا مستحيل انه اقدر هقول... اسيطر على العصبيه لما بعصب لا, ما تشوف... العصبيه دي كانت ما أسي... تشوف يا... شيء قدامي بالمره انا عايزك تركز معايا انا عايزك تركز معايا اللي انا هقوله لك ده افهمه مني كويس احنا قلنا في البدايه لو انت مركز معايا قلت لك اذا عرفنا ما هو العنصر المفقود نستطيع ان نعالج اي مرض فالعصبيه دي كنتيجه العناصر مفقوده في الجسم انا هقول لك العناصر المفقوده هقول العناصر المفقوده عشان ايه. توفرها علشان العصبيه تروح فاهمني ها. كمان كمان اذا صار عندي عصبيه انه انه بعد شي نص ساعه لحتى فيني اشوف قدامي شفت الشخص او هديت مثلا بضل اليوم كله كلياته مكركب بالموضوع عرفت علي شلون؟ ضل انه ناقص بص عارف بالظبط يعني. مشكلتي انا لو قلت لك مثلا امسك ال... لو قلت لك مثلا امسك ال ميري ال... صباحك يا ميري لو انا قلت لك مثلا لو انا قلت لك مثلا امسك الازازه دي لمده خمس دقائق كده بدون ما تسند ولا اي شيء هتمسكها لمده خمس دقائق لو لو عدى لو عدى عشرة... 10 انت قد انك بقى تسلم على الناس سلم على الناس يا عم شاور لهم كده اعمل لهم قلوب اي حاجه ما انت شايفني بتكلم وانا بكلم نفسي يا عم عم اسمعني يا عم أمرك أمرك يا حكيم أمرك ما تسمحش فضة حبيبي الله يبارك فيك حرص. أنا دلوقتي مثلا وليكن قلت لك امسك الـ شكرا ال... الجز... الله يسعدك يا رب أنا قلت لك مثلا وليكن امسك الـ امسك الميه دي شويه كده قلت لك لمده خمس دقائق هتيجي تمسكها بالفعل لمده خمس دقائق هتحس في وجع زي خفيف كده بعد خمس دقائق قلت لك مثلا وليكن كمل 10 دقائق قلت لك مثلا كمل الإزازة الميه ديت لمده 10 دقائق هتلاقي دي بدأت تخدل قلت لك ربع ساعه هتخدل أكتر بعد كده اعصاب ايدك هتفقد الميه وبعد كده هتلاقي نفسك بشكل مباشر ايدك وقعت ولا انت لو انت صحيح. م... اه اه ليه بقى ما هي دي المشكله ان احنا كلنا بلا استثناء إيه الازازه بتاعت الضغوطات ملينها ومش عايزين نفضيها طب ما تفضيها وتشيلها يا عم فضيها وامشي من غير الضغوطات يا عم يا عم انا واحد مثلا جاي لي بيقول لي يا دكتور انا عندي عصبيه قلت له بص انت عندك عصبيه ما عندكش عصبيه وانت داخل على الباب في المحاضره بتاعتي وانت داخل على الباب في المحاضره بتاعتي حط العصبيه بتاعتك في كيسه وانت طالع عايز تاخدها باخدها لكن ما يعني شاد من الموضوع انت العصبيه دي ما حدش ما ممكن. المواقف المواقف, المواقف ما فيش دور, دور كبير ما لما الأمر. المواقف ما بتعملش دور ما فيش حد هيخش جوه جسمك ويتحكم في, ألا في إذا العصبيه, العصبية. مفيش حد هيخش جوه انا العصبي هي هي الاساس بامر الوزن ممكن الواحد يطغ... ي لفتره يب... معينه انه يعني يغض نظر او آه يحاول يسيطر على لمده مثلا شهر شهرين وبعد كده نرجع تاني ساعتها تنحف تاني اه هتزيد شويه وهتنحف تاني نخلص منها أخ... بص إيه انا عايزك <applause> أنا عايزك انا عايزك حبيبي انا عايزك تتمتع ببرود الحلاقين عايزك تتمتع ببرو... ببرود الحلاقين، عارف الحلاقه؟ اللي انا بس عايز اقوله لك انا دلوقتي مثلا ما مفيش حد مفيش حد هيخش جوه جسمك وهيمسك مفتاح العصبيه ويخليك تتعصب، انت لو عايز تتعصب هتتعصب، انت لو مش عايز تتعصب مش هتتعصب، انت شايف ان الشخص ده بيعصبك ليه بتروح عنده؟ حسب انت... حسب الموقف حسب الموقف يا حكي ماشي ماشي موقف من... من... انا يا عم واحد جالي واحد جالي قال لي انت حمار قال لي انت حمار واحد جالي كده بوش كده قال لي قال لي انت حمار فقلت فرحت باصص في... فأنا انت ما لو واحد اسمعني بس انت ما بيلحق يا حكيم هلا اذا اذا بده يقل لي لي ما بيلحق طب اسمعني بس يعني اول ما بطلع معه مين بيكون تحت الارض ما انت ما شاء الله ده انت ده انت مفتري ما مستحيل اقلك الله يخليك يا ام ام والله العظيم الله يسعدك بس اسمعني بس النقطه اللي انا بقول لك ديت في غايه حبيبي يا والله العظيم في غايه الاهميه، آه شكرا يا ام ام على على انت بتردي عني غبتي، بس انا بص عملت ايه؟ انا ما حد مثلا يكون يقول لي انت حمار، عارف بعمل ايه؟ بروح رايح فاتح الكاميرا ببص لنفسي آه مش حمار يعني الحمد لله انسان انا اعظم يعني يعني فكره بص بص ايه ايه يعني ارحبوا عارف... اللي طب وارحبوا انت هتبان تعطلني ومش عايز تكمل معاك غالبا مش عايز تكمل معايا يا عم سيبني اكمل من ال 200 اللي عندي يا عم اه يا معاك يا عم ده انا ده انا ده انا يعني ما, تخلي خلينا اديك ال... خلينا اديك العلم ده لعل وعسى افيدك في حاجه تغير حياتك ان شاء الله ان شاء الله كمل حكيم كمل آه تمام يبقى احنا قلنا دلوقتي مثلا ما انت نسيتني دخلت انا عندي 30 40 الف معلومه في وقت واحد انت دخلت كله في بعضه دلوقتي اقولي ولا ايه مش فاكر كنا بنتكلم في ايه اخر حاجه قلناها ايه عن موضوع العصبية يا حكيم عم تقول لي انه آه. فيك تسيطر على الموضوع هاد، فيك قادر آه. انك آه. في بنسيطر على العصبية، العصبي. انا حدا ي... حمار ما لازم يرد آه. عليه لا مش فيك. ما داك. لازم يرد عليه، اصل رأي الناس فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا ولم يدل عليا يدل عليه والبيئة المرممة اللي هو اتربى فيها. هو اتربى في بيئة مرممة فهيطلع شخص هيطلع شخص فهو حمار شايف كل الناس حمير زيه انت فهمت الكلام اللي انا بقولك فراي ناس فيا لا يدل علي فلا لا يدل عليا ولن يدل عليا ولم يدل عليا هو ليه ما قالك انت حمار ركبت الحمار وضربته زي الحمار لا هو ما يقول حمار قصده حد تاني ممكن يكون في الشارع في حمير كتير في الشارع ماشي في ناس ماشية في الشارع اقف كده في الشارع عندك في اول الشارع عندك وقول يا حمار كل الناس هتبصلك الناس دلوقتي كلها بقت قطيع يعني والله مظبوط يا حكيم يعني انا انا هحكي لك موقف حصل لي وانا صغير موقف وانا في الابتدائي لا والله لا لا ماشي هيك اسمع اسمع الحلال كني خليني اقول لك خليني اقول لك موقف وانا صغير انا كنت انا اخش ال المعهد انا درست معهد ازهري بس عمليا يا حكيم عندي جسم ليه انا درست في الابتدائي في معهد ازهري لو مش حابب تكمل برضو ما عنديش مشكلة عايز تاني لا 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 اه بقول لك بقول لك انا درست في معهد ازهري في الابتدائية وانا في الابتدائي ااا فانا داخل فال... ف ف ف فالمدرس فالمدرس بيقول بيقول يا حمار فانا فكرت في نفسي كده فانا فكرت في نفسي كده قلت هو عرف ازاي قلت هو عرف ازاي يعني الشاهد المرض ليه ليه طب انا بس بقول لك انا فاهمك حاجه النقطه ديت انا بقول لك ليه ليه هو عرف ازاي انا بقول لك انا قلت في نفسي كده ليه كنت لسه طفل صغير بس عشان انا كنت بسمع وانا ماشي في الشارع الناس تقول يا حمار ورايح يجينا الناس تقول يا حمار فانت الحاجه بتتكرر مره في الثانيه في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه بقت خلاص عندك عقيده ما يعني ما لم يكن طبعا اه اسمع 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 ده نطلع ليلتكوا زي العسل اسمعوا اسمعوا عمال اديكم معلومات حبيب, حبيب الكلام اللي انا بقوله لكم ده مهم جدا خاف علمك هو انا ليه بقول الكلام ده وبكشف حاجات ليك مثلا لاول مره وانا صغير كنت بفكر بهذا التفكير لكن دلوقتي التفكير اتغير تماما انا لازم اغير تفكيري مفيش حد مفيش حد هيخش جواك ويتحكم فيك انت اللي هتتحكم في نفسك انت ال... انت خد قرار ان انت تصنع الشخصيه اللي انت عايزها مشكلتنا ان احنا كلنا بلا استثناء عايزين نوصل لاهداف معينه وكل يوم نعمل نفس الحاجات احنا مستحيل يعني يعني دلوقتي ايه يعني العقل الباطني يا حكيم العقل الباطني يعني التكرار التكرار بيخلي الحاجات تخوة تكرار للعقل الباطني العقل الباطني بيعطي الامر للعقل الظاهر وخالصين امم بقراره النفس ماشي يعني بشكل اساسي كلامك بص كلامك صح 100% خليني اقول لك بس على انا عايز بس اقول لك حاجه يبقى احنا النقطه الاولانيه يا رب اكون قدرت اوصلها لك النقطه الاولانيه عايز اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اقول لهم يا جماعه اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصيه لم تكونها من قبل مشكلتنا ان احنا كل يوم انا مثلا وليكن كل يوم بيقول بقول ان انا عايز اكو عايز مثلا اطلع اسافر احنا مثلا عندنا في مصر عندنا الصعيد وعندنا انا مثلا عايز اسافر انا من الشرقيه وعايز اسافر الصعيد وكل يوم بركب عربيه القاهره طب وكل يوم بركب نفس العربيه وعاوز اوصل لنتيجه مختلفه يعني عايز اوصل للصعيد وانا بركب عربيه مختلفه مشكلتنا ان احنا كلنا بلا استثناء كل يوم بيقول انا عايز ازيد في الوزن وكل يوم بعمل نفس الحاجات اللي انا بعملها يعني لو انا عايز اوصل لشخصيه مختلفه وشخص جديد لابد ان انا اصنع شخصيه مختلفه بعادات وحياه جديده الكلام ده مهم جدا كلام نفسي صحيح. صحيح. كلام نفسي لكن له دور كبير جدا في العلاج يعني ليه دور كبير جدا في العلاج قبل ما نتكلم عن العلاج الدوائي والاغذيه والنصائح اللي انا اديها كلام نفسي بس انا يعني انا الوحيد اللي هتلاقيني بتكلم في في, في ادويه معينه لموضوع الساعه آه, اه هقول لك هقول لك دلوقتي استراحه حبيبي ما بيمشي الحال وانا هون في حد بيقول في الاحساس شو مهضوم <applause> ما انا بعرف الله اكبر الله اكبر الناس مبسوطه تحت ولا ايه الله اكبر شكرا لكم يا جماعه والله والله العظيم انا مش مصدق نفسي شكرا 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 حبيبي دكتور لا الله يسعدكم يا أكيد رب مبسوطين فيكم في حديثه الله يسعدكم يا جماعه والله انا اللي فخور ان انا بقابل كل يوم ناس جميله كده ونكون سبب ان احنا يعني ن يعني بص يعني لا لا تستصغرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك لك فولو بس ردله الفولو لا م -م. لحظة لحظة اخش عملت الفولو ايضا تمام كده احنا بقينا كده كده احنا كده بقينا مفلولين مف... كلنا مع بعض كده كلنا بقينا مفلفولين المهم المهم خلينا في النقطة بتاعتنا بس اللي أنا كنت بتكلم فيها أنا دلوقتي يا دكتور أحمد لابد إن احنا نتخلص من العصبية لو احنا عايزين نعالج النحافة أول حاجة لابد إن احنا نتخلص من العصبية وهنصنع شخصية مختلفة وناخد وناخد بالأسباب ومساك أنا هقول لك على وصفات هقول لك على وصفات لزيادة الوزن بشكل صحي وصفات لزيادة الوزن بشكل صحي الوصفه الاولانيه بنقول وصفه اللي اسمها ايه نقول مثلا نبدا بايه وصفه سندوتش الافوكادو وصفه سندوتش الافوكادو الافوكادو مصدر غني جدا بالدهون الصحيه اللي هي دهون الاحاديه عديمه التشبع دهون الاحاديه عديمه التشبع يعني ايه يعني ان صحه القلب صحه الاوعيه الدمويه يعني هضم كويس يعني بنتكلم <applause> شو هو الافوكادو شو هو الافوكادو ما ما عارفه <applause> الافوكادو ده إيه يعني نقدر نقول عليه إيه يعني إيه اكتبي كده على جوجل هيجيلك هيجيلك صور ويعني حاجه كده خضره تمام آه 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 تمام ال بس اللي انا بس عايز اقوله لك انا دلوقتي مثلا الافوكادو ده بشكل بسيط حاجه من ضمن ال يعني إيه. عامل زي التفاح كده عامل زي اه براف طب انت عندك الافوكادو تحت اهو هيك هيك تس... بعتت لي الصوره تحت عيناه في الصندوق عينا في الصندوق عندك و... 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 وجات بينا. وجات بتاع تسال تسال, تسأل. آه. تمام تمام والله العظيم حلو الافوكادو يبقى احنا قلنا اول حاجه الافوكادو الافوكادو يا جماعه مهم جدا الافوكادو مصدر غني جدا بالدهون غير المشبعه المفيده للجسم بالاضافه للبروتينات والعديد من الفيتامينات والمعادن اللي بتساهم في زياده الوزن <تخزي> ها تمام اتفقنا يبقى احنا قلنا وصفة سندوتش الافوكادو الافوكادو قلنا مصدر غني جدا بالدهون الاحادية عديمة التشبع اللي لها دور كبير جدا في زيادة الوزن احنا لو عايزين نزيد في الوزن لازم نزود الدهون الصحية جوه الجسم يبقى اول حاجة الدهون الصحية لازم نحطها جوه الجسم تاني <تحكي> تحضير الافوكادو ازاي بقى <تحكي> ممكن مثلا نجيب غير الافوكادو لانه ما انه متوفر عندنا هلا بدي بتوفر بسوريا مثلا شوربة الشوفان شوربة الشوفان شوربة الشوفان شوفان يعني مثلا هو الشوفان نفسه النظامي؟ اه الشوفان بتاعنا استنى كان عندي الشوفان من شوية ولا أنا استخدمته امبارح وخلص مش عارف راح فين تمام خلص غالبا إيه. المهم يا دكتور أحمد الشوفان غيره شوف إيه مادة كمان مثلا نقول هقول لك على مثلا ممكن نقول مثلا وليكن على الـ الـ وصفة عجة البيض الجينسينج الجينسينج شو وضعه؟ بص بالنسبة بالنسبة للجينسينج ده جينسينج بص الجينسينج ده الجينسينج ده عبارة عن مالتي فيتامين وي مينرال وحتى لو انت بصيت كده في الدواء بتاع الجينسينج ده هو الجينسينج شوية هيفتح لك الشهية الجينسينج شوية هيفتح لك الشهية حاسة ابويا بيشرح إليّ الدرس وأنا قاعدة باكل، طول الوقت باكل، طول الوقت بتاكلي ما شاء الله، كلي كلي يا حبيبتي كلي 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 كلي، كلي واحنا إحنا أصلاً عندنا ناكل لحد ما نموت كده لحد ما نقلبز ونبقى قلابز ماشيين في الشارع قلابز مش عارفين نمشي، هنمشي كده. إي أيوة والله وكتير كمان. أمم آه خلينا 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 آه نقول لك بس برضو وصفة البطاطا المهروسة. البطاطا المهروسه البطاطا نقدر يعني البطاطا المهروسه مشويه او 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 مسلوقه ممكن مثلا نحط عليها الزبده الحليب الكريمه بعض انواع البهارات الزبده الحليب الكريمه بعض انواع البهارات كويس بس يفضل لو احنا عايزين يزيد في الوزن يفضل الابتعاد عن عن البطاطا المهدرجه المسلوق او مشويه لكن المقليه لا شلق. المقليه بالزيوت المهدرجه لا المقليه بالزيوت المهدرجه لا وغيرها غير المقليه ما هي المق... المقليه دي هتسبب لك زياده في الوزن لكن غير صحي غير صحي انا بكلمك عن زياده صحيه برضو تزيد في الوزن تبقى زياده صحيه مش زياده تمرضك يعني انا ازيد في الوزن وامرض ولا ازيد في الوزن بشكل صحي من غير ما امرض فهو ده اللي انا بقوله لك يعني ما هو دي الع... ده الفرق بقى يكون مع واحد متخصص في شيء معين وما يكون مع واحد بيقول اللي شافه بعيدا بقى صحي ولا مش صحي ما يعرفش هذا الكلام امرك حبيبه قلبي امرك حكيم بالك قد ايه طالع من الجامعه والله انا خريج 2015 خريج 2015 15 ما شاء الله عنك امم شك... وشلون وضع العياده هلا بالنسبه لكورونا والله بالنسبه بالنسبه لكورونا انا طبعا انا هنا في تركيا منها شغال انا طبعا عندي عيادتي الاونلاين عيادتي الاونلاين انا بتواصل مع الناس كده برده بس مش من خلال التطبيقات ديت يعني. في تي؟ اه انا بتو... بتواصل أنا مع... بتواصل بتواصل مع الناس من خلال تطبيق الزوم بتواصل مع الناس من خلال تطبيق الزوم ده العياده الاونلاين وفي آه... في عياده برضو موجوده في المكان اللي انا موجود فيه حاليا بتابع فيها بس بمعدل ساعه يوميا ولا حاجه ساعه او ساعتين حد اقصى على حسب الناس اللي حاجزاها على عيني يا حكيم لنا لقاء ثاني حكيم ان شاء الله تشرفت فيك انا وشكرا لك على المعلومات القيمه حبيب قلبي الله اكيد لنا لقاء ثاني الله يسعدك ان شاء الله تحت قلب. امرك ربنا يبارك فيك لو احتجت اي حاجه في اي وقت تحت امرك ان شاء الله ويا رب نكون سبب في تغيير يا رب بس تاخد بهذه الحاجات في عين الاعتبار خد بس لو نفذت حاجه من الحاجات اللي انا قلتها الكتير ديت انت هتلاحظ تغيير بشكل كبير بالنسبه للجينسنج لو انت, لو انت عايز تستخدمه لو انت عايز تستخدم الجينسنج استخدمه مفيش مشكله بالنسبه له. بيفتح الشهيه مفيش مشكله لكن زي ما قلت كده حاول قدر الامكان ان انت تعمل التحاليل في البدايه عشان نعرف ما هو العنصر المفقود هقول لك في ال 20 ثانيه دي فيتامينات مهمه جدا لتريح الاعصاب فيتامين د فيتامين ب 6 املاح الكالسيوم والمغنيسيوم نجيبهم من الصيدليه او ممكن نعمل شوفان مع الحليب مع شويه مكسرات مرتين او ثلاث مرات يوميا يبقى احنا كده خدنا كل الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها دي على يا حكيم الله معك الله يسعدك يلا شكرا كثير شكرا كثير شكرا الله يحفظك يومك سعيد مع السلامه خلي بالك من نفسك يومك سعيد مع السلامه الله ما الله يخليك مع السلامة أنا عم بتوجعني والله كلون 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 م... يعني أنت بتقولي دلوقتي أسباب وجع المعدة إيه؟ آه والله بالنفخ أنا على طول بوجعني كتير بيضرب لقلبي والله تمام بالنسبه بالنسبه لوجع المعدة بشكل اساسي بنقول اسباب الام المعدة بشكل اساسي بنقول مشكلة المرارة. قد يكون الالم اللي بيصيب المعدة ناتج عن وجود مشكلة في المرارة وعادة تظهر اعراضها بعد تناول الطعام ويصاحبها شعور بالدوخة. نلاقي نفسنا ان احنا دايخين بعد ما ناكل اه أيوة. أيوة. نحس شوية ان احنا دايخين بعد ما ناكل ونحس بألم المعدة. وقد يكون المرء وقد يكون الانسان او الشيء الشخص مثلا مصاب بحصوات في المراره فحصوات المراره تحتاج لتدخل طبي. فحصوات المراره بتحتاج لتدخل طبي، برضه ممكن مثلا نقول انه يتكلم في يا دكتور احمد؟ ممكن نقول بعض الامراض الفيروسيه بعض الامراض الفيروسيه برضه ممكن تبقى في الام المعده، الحمل بس طبعا مش ليكم لا. على حسب الحمل برضه سبب في الام المعده. ممكن التسمم ممكن التسمم الغذائي ان انا اكلت حاجه غلط او حاجه مش مظبوطه او بتاع التسمم الغذائي سبب ايضا في الام المعده عسر الهضم سبب في الام المعده حساسيه الطعام ممكن سبب في الام المعده ففي البدايه لو انا عايزه نتكلم عن الام سبب الام المعده ان انا اعرف ما هو سبب الم المعده اللي موجود عندي وبعد ما نعرف السبب نتكلم عن العلاج بناء على السبب اللي جالي منه يعني انا مثلا وليكن الم المعده ده كان ناتج عن ان احنا كلنا اكل كتير جدا بناكل لحد بناكل اكل كتير جدا خلاص يبقى لابد ان احنا ناكل طبق يعني يبقى نمشي على مكونات الطبق الغذائي الصحي يبقى لابد ان احنا نمشي على مكونات الطبق الغذائي الصحي هو الطبق الغذائي الصحي ده يا دكتور احمد يعني بنقول نص الطبق نص الطبق بتاعنا يكون طبق يكون سلطه متنوعه بتحتوي على الوان مختلفه او طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطيه الدهشان كررت انا طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطيه الدهشان ده بشكل مستمر بقول اللون الابيض زي الثوم والبصل اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكراتس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا والايسبرج نعم أنا البقاله كويسه البقاله ايوه البقاله البقلي يعني اه بقله أه. البقلة, البقله دي أه. أه. البقله دي موجوده فين؟ فيها يعني عندنا في بالارض اه يعني البقل بتطلع بالاراضي بتطلع بالاراضي بقله أي بقله اه الرجله صح؟ بقله هيك اه البقله اه عرفت؟ مثل هي هاي آه الرجلة دي بنسميها عندنا الرجلة ده بنسميها الرجلة <applause> عشبة الرجلة ديت لها فوائد صحية كبيرة جدا عشبة الرجلة ديت بتعزز من صحة القلب كويسة <applause> اه لا انا هقول لك بتعزز من صحه <applause> القلب بتساهم في خفض الوزن لها دور في خفض الوزن بتحفز تطور الاطفال ونمو الاطفال بتساعد في علاج المشاكل الهضميه بتحافظ على صحه الجلد والشعر زائد ان لها دور في بتساهم في يعني في تحسين النظر وتعزيز صحه العين تحسين تدفق الدوره الدمويه في الجسم كله والله كويس آه. آه, اه خفض خطر الاصابه بالسرطان لبعض الناس فنقدر نقول زائد ان هي بتحتوي على مجموعه من الفيتامينات والمعادن المهمه جدا لكن برضو زي ما احنا بنقول انها فوائد استخدام الرجل لها اضرار ايضا بالرغم ان لها فوائد لها اضرار احتماليه الاصابه بحصل الكلى بسبب تناولها بكثره فالتناولها تناولها بكثره ممكن يسبب لنا حصى وكلى ممكن يسبب حصوات في الكلى عشان كده بيفضل امتناع تناولها من قبل مرضى حصى الكلى تماما على المراه طبعا الحامل الا تستخدمها قبل استشاره الطبيب <applause> فبس فهماني فكل حاجه زي ما لها فوايد يعطيك العافيه الله يبارك فيك جزاك كل حاجه زي ما لها فوايد, فوايد برده ممكن يكون لها اضرار فالاصل في البدايه ان احنا الاعتدال في كل شيء مطلوب لو احنا نستخدم لو بنحطها في النظام الغذائي بس ما نحطهاش بكسره حاجه بسيطه يوميا كده فهماني فده كده يعني دي دي نبته البقله يعني عندك اسئله ثانيه؟ اه 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 عايز انا اكلمك مم. في حاجه معينه عايز تسالي سكر سؤال ما... انا سكر عندك سكر عم اقول معي سكري انا سكر وضغط بتاخدي حبوب ايه والله. بتاخدي حقن ولا حبوب لا حبوب امم يعني تمام طب انا بصي هقول أنا. انا الهديه بتاعت علاج مرض السكري من النوع الثاني موجوده على اليوتيوب عايزك تبقى تخشي تشوفيها بك... في ناس كتيرة جدا كانت معايا في العيادة وفي ناس كتيرة جدا تشافت من مرض السكري من النوع الثاني في 30 يوم فقط فقط بشرب المية بطريقة شرب المية بتاعة الاتحاد الياباني ودي أنا شارحها على اليوتيوب في فيديو تقريبا سبع دقائق أو 10 دقائق والله اه عايزك تبقى تخشي على اليوتيوب اكتبي الدكتور أحمد عطية الدهشان علاج مرض السكري من النوع الثاني هيجيلك لك فيديو ليا هتسمعيه هتسمعي الفيديو ده وينفذي فيه بالحرف الواحد والتزمي وشوفي التحاليل قبل الشهر قبل ما تبدأي وبعد ما تنفذي الطريقة بعد الشهر وشوفي النتيجة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. دي مهمة جدا عشان انا عندي فيديوهات كتيرة جدا في هذا الامر وناس كتيرة جدا بعتت لي رسائل تعافت من مرض السكر من النوع الثاني كنتيجة ان هم غيروا نمط حياتهم فقط ان هم غيروا نمط حياتهم فقط ان هم حارسوا على ان الميه تبقى موجوده عندنا لازم نبقى عارفين ان الميه بتاعتنا دي ميه صح... على طول ميه لا ما هناك طريقه لشرب الميه طريقه الاتحاد الياباني لشرب الميه مختلفه تماما ان احنا نشرب اربع كوبايات ميه ده في على ليه طريقه الطريقه دي كبيره شويه عايزك تبقى تسمعيها بس من على اليوتيوب علشان انا كررتها كتير جدا فانا مش عايزه اكررها في البث هنا عايزك تبقى انت تخش تتفرج عليها براحتك وتعرفي الطريقه وتنفذي عليه، بس انا اللي انا عايز اوصلهولك ان يعني 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه، الميه هي الوسيله اللي لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم، لكن الافراط في كل شيء غير مطلوب، احنا بنتكلم عن المعدل الطبيعي بناء على وزن الشخص. وانا بتكلم لو احنا مثلا وليكن عندنا اي مرض مزمن او اي شيء لو احنا لو احنا عندنا وزن زياده وتخلصنا من الوزن الزياده ومشينا على نظام غذائي صحي كل حاجه بتتظبط في حياتنا كل حاجه بتتظبط ناس كتير جدا تعافت من امراض مزمنه زي مرض السكر من النوع الثاني كنتيجه فقط نظام غذائي نمط حياه صحي رياضه غيروا اسلوب حياتهم حياتهم اسلوبها اتغير لكن انا مشكلتي إن أنا كل يوم بعمل نفس الحاجات كل يوم بعمل نفس الحاجات وعايز أوصل لنتائج مختلفة، لو أنا عايز أوصل لنتائج مختلفة لابد إن أنا أعمل حاجات مختلفة، ناس كتيرة جدا رسائل كتيرة جدا بتوصلني في الخاص يا دكتور إحنا تعافينا وشكرا غيرت حياتنا 180 درجة كنتيجة فقط لتغيير نمط الحياة نظام نمط حياة صحي، نظام غذائي سليم، ممارسة رياضة و إيه تمشي على الدواء بتاعك آه. لا وتمشي على الدواء بتاعك لفتره معينه لحد ما تتعافي من المرض وبعد كده الادويه كلها بتتركن في الجنب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بتقول ايه؟ عم اقول حضرتك من ايه؟ انا, أنا مصري وانت انا مصري انا مصري انا مصري وقيم في في تركيا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. عندك قناة يوتيوب اه اسمك شو دكتور احمد اسم اسمي الدكتور على اليوتيوب اسمي على اليوتيوب الدكتور احمد عطيه الدهشان احمد عطيه الدهشان بس اكتبي علاج آه بس اكتبي آه جنب آه, اه دكتور احمد آه. آه عطيه الدهشان بس اكتبي جنبها علاج مرض السكر 2 علشان يجي لك الفيديو اللي انا عايزه انا عندي اكتر من 1200 آه فيديو آه على اليوتيوب اه 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 فانت لازم تكتبي علاج مرض آه السكر الدكتور احمد آه الدهشان عشان يجي لك الفيديو المخصوص اللي انا عايزك تتفرجي عليه احمد عطيه الدهشان تمام تمام جالك؟ احمد عطيه الدهشان نعم شفتيه شفتي شفتي الفيديو؟ ايه اه هلا بس هيك شوفه ايه تمام مم. ماشي يلا تأمريني باي شير الله معك الله, الله يسعدك يلا يومك سعيد حياتك كلها سعادة مبسوطة ان انا طلعت معاكي الله يسلمك الله يسلمك يا رب انا مبسوطة والله كتير الله يسعدك يا, يا رب. رب ان شاء الله تقابليني المره الجايه وانت حياتك اتغيرت وتقولي شكرا يا دكتور احمد غيرت حياتي الله يسلمك الله يسلمك يا رب الله يسعدك يلا يومك سعيد حياتك منها. كلها سعاده خلي بالك من نفسك حياتك كلها سعاده مع السلامه باي باي بس يقولوا السلام عليكم عليكم السلام كيف الصحة والأخبار؟ الحمد لله أنت كيف قولي له الحمد لله ولا تمام؟ من وين حضر بنتي حامل بس تاخذ مغنيسيوم والله أي نوع مغنيسيوم هتا؟ حكيم بدي اه بدي لازم يشوفها حكيم ايه حكيم اي نوع مغنيسيوم هي عايزه تاخذه يعني؟ انه عندها وجع ايدين واجرين كثير والله بصي وكتبوا فحص فيتامين آه د العضل ماشي في فيتامين د ده فايدته ان هو بيساعد على ترسيب الكالسيوم في العظم فايدته ان هو بيساعد على ترسيب الكالسيوم في العظم احنا حتى لو هي ما خدتش فيتامين د وتعرضت فقط نص ساعه بالنهار او 20 دقيقه في النهار في الشمس خلاص هي كده خدت آه خدت آه يحتاجها من فيتامين د لازم تقعد بالشمس ايه مظبوط او فيتامين, فيتامين د اه او فيتامين د تاخده بس انا بقول لك دلوقتي مثلا وليكن هو يعني المغنيسيوم مفيش مشكلة فيه لكن هو فكرة مثلا وليكن هي عندها ايه علشان عايزة تاخد المغنيسيوم؟ يعني ايه 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 ما يستدعي؟ هل عندها مثلا تشنجات؟ عندك تشنجات؟ ايه والله بصي المغنيسيوم للحامل مفيش أي مشكلة فيه يعني في دراسة اتعملت فيتامين دا أحلى ما فيش حاجة اسمها أحلى، في حاجة دي مهمته إيه ودي مهمته إيه، ما فيش حاجة اسمها أحلى. <applause> لا قصدي بعرف إنه هلأ أفضل يعني الفيتامين دي لأنه عيد العظم يعني وإذا قعدت بالشمس بيكون أفضل كمان. المغنيسيوم أفضل هقول لك على ثلاث مصادر للمغنيسيوم تاخديه الأكل بتاعنا أحسن ليها لو هي حابة تاخده من الأكل. إيه هي؟ إيه؟ اللوز بيني اللوز آه اللوز اللوز والافوكادو احفظ الكلام ده مني لو انت عايز تاخد المغنيسيوم التشنجات كلها بتختفي من عندك بشكل تام بعد عصير الافوكادو او اللوز ناخده مثلا وليكن او السبانخ السبانخ عشان كده السبانخ اه السبانخ واللوز والافوكادو افضل ثلاث مصادر على الخضراء اسماعيل اسمعيني اسمعيني الخضروات الورقيه الخضراء كلها فيها لكن انا بقول لك الحاجات اللي فيها تركيز عالي عشان تستفيد بشكل كبير فميني بقى انا انا مركز معاك انا بقول لك كحاجه علاجيه دلوقتي بقول لك كحاجه علاجيه إيه ركزي في الحاجات ديت الحاجات ديت هي اكتر حاجات فيها تركيز للمغنيسيوم اللي هو اللوز والافوكادو والسبانخ الثلاث حاجات دولي إيه؟ الثلاث حاجات دولي يعتبر افضل حاجات نقول علاجيه لل, لل... 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 للتشنجات مثلا لو شخ... لو ست الحامل مثلا عندها تشنجات كنتيجه للحمل او كده ماشي إيه بس هي مثلا انا بقول لك يعني هو احنا بص انا هقول لك حاجه إيه لو ايه هتجيبه كمغنيسيوم لو هتجيبه كمغنيسيوم من الصيدليه م. لازم ما نعديش 350 مللي جرام من المغنيسيوم في اليوم الواحد علشان يكون امن إيه خلال فتره الحمل. لازم ما يعديش م. تركيزه 350 مللي جرام علشان أكتر من كده ممكن يسبب لها ضرر. ميرسي دكتور مرسى تشرفت فيك الله يبارك فيك الله يكرمك يلا عندك أسئلة ثانية ولا خلاص ماشي لا هوني ف... تمام يلا مع السلامة مع السلامة باي باي السلام عليكم <applause> وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فاكراني ولا لأ؟ تسلم والله انا الدكتور احمد فاكرة الدكتور, الدكتور احمد اللي طلعتي معاه على اليوتيوب فاكرة الدكتور احمد اللي تلاقي معاه حالك؟ الحمد لله والله تمام ايه ما عندكيش أي أسئلة منوري يا طب... أحمد منورنا آه. يا بقولك ما عندكيش أي أسئلة طبية تسأليها للدكتور أحمد ولا حاجة؟ نعم؟ بقولك مش عندك أسئلة طبية تسأليها للدكتور أحمد اللي قاعد معاكي حالا يفيدك في شيء اه ازيك دكتور احمد <applause> افتكرتيني اي والله الله يسعدك انت عامل ايه انا كويس عشان بنشوف الناس الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه البركه مع اكابركم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البركه مع اكابركم فالبركه معكم انتم فاحنا بنخش ناخد البركه بتاعتكم الله يسعدكم يا رب ربنا يحفظكم ويرفع الله يسعدكم يا رب انت عامل ايه انا كويس عشان شوف والله انا مش دكتور انا مبسوط عشان طلعت معاكي والله السلام عليكم يا دكتور الله يسلمك عامله ايه ايه الحلاوه والجمال والصوت الجميل اللي حبيته ده من غير ما اشوفه ربنا يرزقك يا دكتور يا رب ربنا هيرزقني علشان بطلع مع ناس جميله زيكم الله يخليك ليه؟ عزمنا على الدنيا كلها شو بتكلم معاه والله على التخصيص صح؟ امم يا دكتور فاكر؟ اه فاكر تحب تساليني النهارده عن ايه؟ تحب أف... تحب افيدك أخبرك النهارده النهارده عن ايه؟ وال... <applause> والله البرنامج انا مش مهتم انا بخش بس البرنامج بهدف افاده الناس اي الناس اللي بتتابعني والناس اللي بتتابع بيبهم. ايوه ما انا اه بس بفيد الناس زي ما انت فاهمة فانا بقى لعل بقول لعل انقذ حياة لاب. انسان لعلي استطيع ان انقذ حياة انسان ايوه صح صح بس ايه, إيه رأيك تسألينا في النهاردة أو في ايه المشكلة الصحية اللي قابلتك قريبا ربنا أو كريم يا دكتور ايه؟ تحب نتكلم ربنا كريم اللهم آمين طبعا طبعا ربنا كريم تحب نتكلم اتكلم عن ايه النهاردة؟ الحمد لله الحمد لله بقول لك تحبي نتكلم عن ايه النهارده؟ الحمد الله ونشكره فضل يا دكتور والله الله يخليك. بقول لك تحبي نتكلم عن ايه النهارده؟ مش عارف والله مش عارفه امم فيش... ايه اللي هنتكلم عليه النهارده؟ اه يعني مثلا ما فيش حد كان مريض قريبا او حد كان عنده مشاكل صحيه قريبا او كده نفتكره ان ممكن اقول لك نصايح تساعده ولا حاجه؟ مش عارفه خلاص انا مش طبعا عارفة. اه تمام طب انا هتكلم معاكي عن حاجه هحاول قدر الامكان اتكلم معاكي مثلا في حد من شويه كان بيسالني عن عن عنصر المغنيسيوم القاعده الاساسيه بتاعتنا بتقول ايه؟ اذا عرفنا ما هو العنصر المفقود نستطيع ان نعالج اي مرض فاحنا لابد ان احنا نعرف ما هو العنصر المفقود العنصر المفقود بتاعنا عارف, ما عارف. <تصفيق> 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 الفكر ده لما نفكر في الليل كتير نعمله ايه اه الارق يعني تعبت <applause> فكره ده مش سايبني في تفكير ده مسيبنيش في حاله ابدا يعني السؤال بتاعك هي اسباب التفكير اثناء النوم ارحب ارحب بالدخله الحلوه أرحب ارحب ارحب بص أرحب. أز إيه من ضمن اسباب اسباب التفكير. التفكير اه أسباب حمد. التفكير أسباب ام أنا... محمد اسباب التفكير عايزين استني ام محمد مش عارفه والله هفكر كتير تمام وانا بقول لك أو... شكل البيت يعني من الاسباب اللي... من الاسباب اللي بتسبب التفكير اثناء النوم وحتى ان احنا نصحى في نص النوم عندنا او مثلا خلينا ان احنا ما نعرفش ننام كويس نقول الضغط النفسي والتوتر الضغط النفسي وال ضغط إيه دخ... نفسي أنا على طول والله متوتر على طول وضغط نفسي امم طب مش أنا, بس... عارفة انا مش انا مش اقوم على نفسي دقيقه دك... مليحه دقيقه اقلب كده على ضغط النفسي طب انا هقول لك العلاج هقول لك علاج كثره التفكير وقت النوم اول حاجه ممكن نتكلم فيها لو احنا عايزين ن... آه... آه... يعني ننام وما نفكرش اول حاجه ان احنا نخش للفراش بتاعنا في وقت مبكر يعني احنا بدل مثلا احنا بننام مثلا الساعه 12 لا احنا النهارده خلاص هناخد قرار ان احنا نروح لمكان النوم في وقت مبكر عن الوقت اللي احنا بنروح فيه فما فدي كده رقم عادي يا دكتور اه يعني مثلا انت حددي الميعاد حددي الميعاد اللي انت هتنامي فيه حددي الميعاد اللي انت هتنامي فيه وخشي قبل الميعاد بساعه على الاقل بنص... قبل الميعاد بنص ساعه بساعه على الاقل قبل الميعاد يعني اه يعني قبل الميعاد بتاع النوم خشي قبله بساعه على الاقل إيه يعني مثلا لو انت متعوده ان انت تنامي الساعه 9 مثلا يبقى لابد ان احنا نخش قبل الساعه 9 نخش مثلا الساعه 8 ونص وبالتالي إيه يعني إيه يصبح الفتره مثلا من 8 ونص لحد 9 هو ده الوقت اللي هنفكر فيه قبل النوم بعد كده هننام انت يعني فكره اللي احنا مثلا وليكن ايه دي مثلا وليكن حاجه شويه تخلينا مثلا وليكن ممكن تدخلنا في النوم بشكل اسرع يعني مثلا لو قبل ميعاد قبل ميعاد التفكير واروح انام قصدي اه يعني هتخش يعني ما تروحيش كل ما تروحيش في نفس الوقت اللي انت بتروحي فيه تاني حاجه ممكن نقول ايه في حاجه اسمها التنفس العميق التنفس العميق من افضل الرياضات اللي انا بعملها لنفسي لو انا عندي ارق ومش عارف انام بعمل ايه التنفس العميق ده ازاي؟ ان انا مثلا وليكن بنام ايديا بتكون مفروده في وضع مستريح ورجليا برضو بتبقى في وضع مستريح وانا نايم ببدا اعمل الحركات اللي انا هعملها كده، شايفه صبعي ده كده؟ شايفه الصبع ده كده بتحطيه اعلى من العين بحاجه بسيطه، انا حاول انزل تحت كده عشان تشوفيني. ايه بترفعيه اعلى من العين، العين بتاعتها اهي بنرفعه اعلى من العين حاجه بسيطه، إيه إيه يعني. اه اه كده بس لفوق يعني هنبص كده وهنبص ليه واحنا نايمين كده ويعني آه وهنزله كده تحت شويه وبعد كده هروح عامل كده ركزي معايا اعملي خدي نفس عميق ايوه وبعد كده وانت باصه لصابعك وانت ما انا مثلا وليكن ركزي معايا بدون ما تعملي حاجه وبعد كده هخليكي تعمليها ورايا عشان تفهمي انا بعمل ازاي انا مثلا وليكن انا صباعي هنا فوق, فوق انا صباعي هنا اهو عند عينيا اهو ببدا ارفعه وباخد النفس وبكتم النفس جوايا وانا باصص بعينيا على صبعي وانا باصص لعينيا على صبعي صبعي فوق حاول قدر الامكان ركزي معايا اهو حاول قدر الامكان يعني إيه انا مثلا وليكن اهو عيني الصبع اهو بعدين باخد نفس عميق وباصص بعينيا على صبعي باصص بعينيا على صبعي وكاتم النفس جوايا ما بتكلمش يعني انا مثلا وانا وانا واخد النفس اهو كاتم النفس جوايا <applause> وبعد كده وبعد كده ببدا انزل صباعي واحده واحده وانا بطلع النفس واحده واحده <تصفيق> 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 تحس ان انت بدات تدوخي شويه وانت هتحس ان انت تبدا تخش في النوم لو كررتي هذا الامر حسيت ان انت استريحت شويه وحسيتي ان انت جسمك استريح شويه صح كده اي آه. انت بقى ما تعملي هذا التمرين بعيني بصبعي برفع عينيا يعني انا برفع عينيا مع صبعي وانا طالع وبنزل صبعي واحده واحده لحد ما عينيا تقفل يعني بص اهو بص انا برفع مثلا اهو انا بقى اهو برفع. آه. كده قال لغايه عينيه ما تكفك كده هتلاقي نفسك نفس اللي انا عملته ده هتعمليه هتلاقي نفسك بتخش في نوم عميق لان نفس النفس اللي انت بتاخديه ده هو النفس اللي انت بتاخديه وانت نايمه عشان كده الشخص وهو نايم تسمعي منه نفس النفس ده بالظبط صح ولا لا مش تسمع نفس النفس ماشي نفسي. والله مش يا دكتور دي احسن طريقه ممكن تعمليها تخليكي تنامي نوم مريح وعميق مش من بعيد بعد ما تخلصي البث ده تنامي ماشي والله منك نستفيد يا دكتور والله ايه, اي اي اعملي هذه البتاعه هتخليك نفسك تنامي نوم عميق وبرده لو الله. انت تركزي على ثلاث اغذيه طيب برضو هقول لك على تلتة اهم ثلاث اغذيه ممكن برضو تزوديهم في الاكل بتاعك عشان يخليكوا تنامي كويس اللوز والافوكادو واللوز والافوكادو والسبانخ اللوز والافوكادو والسبانخ يخليكوا تنامي نوم مريح وعميق في اليوم اللي انت هتاكليهم فيه ان شاء الله ماشي الله يحفظك يلا خير ان شاء الله والله متشكرين منك نستفيد يا دكتور ربنا يخليك يا حاجه ويبارك فيك. فيك احنا فخر لينا وشرف لينا ان لي احنا نساعد الناس انا 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 بكون فخور لنفسي ان انا بقابل ناس زيكم واشخاص زيكم ان احنا نقدر نساعد الله يخليك يا دكتور نساعد واشوفك نساعد. على خير ان شاء الله تعالى ان شاء الله خلي بالك من نفسك ربنا يوم معاك يا دكتور الله يصلح وحالك يا دكتور اللهم امين في رعايه الله معاك الله يبارك فيك <applause> دكتور احمد مرحبا الحمد لله والله تمام الله يبارك فيك، أنا دكتور تغذية لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسألينا نفيدك. إيه الله يوفقك يا رب، أحلى دكتور. الله يخليك، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبارك فيك. دكتور في التغذية. تحبي تسألي سؤال نفيدك؟ شو بدي أسألك؟ شو بدي أسألك؟ شو بتنصح؟ إيه 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 معلوم. شو رأيك ب بي... بالأغذية شو بسموه؟ يا ربي بذور الكتان تسمع فيها؟ اه طبعا بسمع فيها عايزة تستخدمي بذور الكتان عشان ايه؟ امم شو الفائدة منها الواحد إذن؟ والله بص بذور الكتان ديت لها فوائد كتير يعني انا مثلا وليكن انا مثلا وليكن ما بعرف بزور. انا هقول لك اهو انا هقول لك اهو انا بقول لك بذور الكتان دي من ضمن الحاجات اللي انا احيانا بحطها في الانظمه الغذائيه للتخسيس يعني انا بحطها في الانظمه الغذائيه بتاعه التخسيس ليه بذور الكتان يا دكتور احمد لان بذور الكتان بتحتوي على على الاحماض الدهنيه الاحماض الاحاديه عديمه التشبع اللي هي مفيده جدا ان هي بتحارب لنا الدهون الضاره اللي موجوده او الكوليسترول الضار اللي موجود جوه الجسم عندنا كفوائد مثلا وليكن لبذور الكتان نقدر نقول مصر. مثلا ان هو ممكن نقول مثلا ان بذور الكتان مصدر للعناصر الغذائيه لنا 20 جرام منه مثلا بتوفر لنا من 15 ل 25% من الكميه اللي احنا محتاجينها يعني يوميا للرجال والنساء في من الالياف فيعتبر برضو في مصدر للالياف كويس جدا نسبة الكربوهيدرات الموجودة في بذور الكتان 29%، نسبة الألياف 95% 95% من الكربوهيدرات اللي فيه. احنا بنتكلم برضو عن حاجة طبعا برضو بذور الكتان غني بالفيتامينات والمعادن اللي مثلا الفوسفور الفوسفور المرتبط بالمحافظة على الأنسجة بتاعتنا، أنسجة الجسم بتاعتنا لو عايزين نحافظ عليها محتاجين الفوسفور، الفوسفور ده موجود برضو في بذور الكتان، وبالتالي صحه العظام بتاعتنا الناس اللي عندها مشاكل في العظام فاحنا بنقول بذور الكتاب ممكن يبقى مفيد فيها برضو في السيامين او ما يعرف بفيتامين ب ده مفيد جدا السيامين ده مفيد جدا لصحه الاعصاب الناس اللي عندها مشاكل اعصاب معينه او امراض عصبيه معينه وبيتابعوا مع اطباء اعصاب بنقول لهم برضو احنا محتاجين السيامين السيامين ده موجود في بذور الكتان ايه تاني بقى دكتور احمد ممكن نقول برضو مصدر للمركبات الغذائيه النباتيه يعني بيحتوي على حمض الكوماريك حمض الكوماريك وبيحتوي الحمض الكوماريك ده مفيد جدا بيعتبر من مضادات الاكسده يعني ايه مضاد للاكسده يعني بيحمي الجسم من الشوارد الحره اللي هي منشا للالتهابات عندنا في الجسم زائد ان هو طبعا اساسي مصدر لي مصدر لمضادات الاكسده مصدر لمضادات الالتهابات لان بذور الكتان بتحتوي على حاجه اسمها الالفا لينوليك اسيد ومركبات ثانيه مضادة للالتهابات المختلفة زي التهابات مثلا زي أمراض معينة زي الربو، الناس اللي عندها مشاكل في الربو، ممكن مثلا داء باركنسون، باركنسون ده يعني شخص بترعش كده ممكن بكبر السن. ممكن مثلا لأنه ب... لأن مثلا بذور الكتان بتساعد على تظبيط تحرير بعض العوامل المحرضة للالتهاب، فبنقول مضاد الالتهابات طبيعي، دي الحاجات المثبتة طبيًا في بذور الكتان ايه يعني انا ب... يعني مثلا قديش لازم الواحد يعني ملعقه صغيره كل يوم مثلا تكفي انه الواحد يخس او ينحف يعني ملعقه صغيره والله بص على حسب كل شخص يعني بس إن انا فهمت يقول... منك انه هاي ايه آه. بس انا حسيت انه هاي البذور يعني ما بعرف يعني هي لازم اخذها مطحونه و... والله عادي هيك والله بصي مش هتفرق يعني سواء كانت بص بص هو مش هتفرق مطحونه او غير مطحونه بصي حنا احلامه والله يعني يفضل ان احنا نتجنب تناولها بصوره نيه يعني لانها قد تسبب في التعرض لبعض انواع التسمم الغذائي يعني فاهماني؟ ممكن ممكن مثلا ان احنا نطحن ممكن ان احنا نتحن بذور الكتان ونضيفها لبعض الاطباق بتاعتنا مثلا زي اللحوم والفراخ والمخبوزات وممكن نضيفها برده لبعض انواع الشورب مثلا وما ينفعش مثلا ان احنا نضيفها لل ما ينفعش ان احنا نضيفها للمرق لانها قد تتسبب في تخلي مثلا لون بتاع بتاعنا او لون الطبق بتاعنا غامق بتغير اللون آه بتغير اللون. فانا اللون الله بسمت... يسلم يا دكتور يسلم شكرا الله يبارك فيك الله يكرمك السلام عليكم, <applause> السلام عليكم. <applause> السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي انا يعني انا دكتور تغذيه لو عندك اي اسئله في التغذيه ممكن تسالنا نفيدك شلون انا دكتور تغذيه لو عندك اي اسئله في التغذيه ممكن تسالنا نفيدك حبيبي شرفت بيك الله يبارك فيك عندك اسئله حبيبي لا والله تمام <applause> <applause> طب انا استاذنك انا اخش لحد ممكن يكون محتاج مساعده انا بعد اذنك حبيبي اهلا 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 <applause> السلام عليكم وعليكم السلام كيفك احمد الحمد لله كويس دكتور احمد امم سنت... دكتور احمد كيف الصحه والاخبار عاملين ايه أه؟ الحمد لله انت كيف انا دكتور كويس دكتور شو انا دكتور تغذيه لو عندك اسئله في التغذيه ممكن تسالينا نفيدك دكتور تغذيه هلا شو فيك تفيدنا بلا اسئله انا بلا اسئله ممكن افيدكم فيه. طب خليني كده اخلي خليني اشغل الفراسه بتاعتي نصائح يعني م? نصائح يعني معقول تفيد اي حدا امم تمام النصيحة الأساسية اللي أنا بقولها بشكل مستمر لو حد طلب مني نصيحة النصيحة دي بقولها بشكل مستمر بقول إن سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية تسعين في المية من الدم بتاعنا مية سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية تلاتة وعشرين في المية من العضلات بتاعتنا مية لو عايزين نزيد نضاره ونتكلم عن البشره والجلد والشعر والعظم، بنتكلم عن الميه، الميه هي الوسيله، الميه هي الوسيله اللي بتنقل جميع العناصر الغذائيه الجميلة خلال الجسم، خلايا تستطيع ان تعمل بشكل فعال بدون الماء. الميه في كتب الطب مكتوب تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله. ف ف بدنا هيك صدمه ايه بتقولي ايه شي ايه مش فاهم عم بقول لك هيدي بنعرفها بدنا شي صدمه شي ما بنعرفه اه انت آه، ما انت طلبتي نصيحه وما حددتيش تعرفيها ولا ما تعرفيهاش انت لو قلتي لي انا عايزه اعرف حاجه ما اعرفهاش اديكي في حاجات صعبه بقى اخش في حاجات اصعب ماشي اخش لك عايزين نعرف حاجه ما نعرفهاش تمام آه، الحاجة, اللي ما، الحاجه اللي أنتي الحاجه اللي انت ما تعرفهاش بفكر انت شوفي عرفته عرفت حسيت انه اوف مم. <applause> مم. معلومه ما تعرفيهاش هقول لك معلومه ما دلوقتي المعلومه اللي انت يلا. ما تعرف المعلومه اللي انت ما تعرفهاش ان أو ممكن تكوني تعرفيها بس بنسبة 30% أو ما تاخديش بالك منها أو ممكن تكوني تعرفيها بنسبة ممكن 50% 60% أنا مش عايز برضو وأنا بتكلم معاكي أنا مش يعني أنا مش دجال ولا كاهن هخش هعرف كل المعلومات اللي أنتِ تعلمتيها طول حياتك واخش جوا راسك وهعرف لا أنتِ فهمتيني غلط أنا لست دجالًا ولا كاهن يا جماعة الخير بس أنا بفرستي هقولك مثلا ولكن إن العصبية العصبية تعرف إن هي منشأ لأمراض كثيرة جدا أو هي ممكن تكون مرض نفسي في البداية يتدرج بعد ذلك لمرض عضوي فعشان كده الناس الاكثر عصبيه هي الاكثر عرضه للامراض علشان كده بنقول بشكل مستمر ممنوع العصبيه ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك لانك انت اللي هيجيلك الضغط انت اللي هيجيلك السكر انت اللي هيجيلك القلب انت اللي هتموت في النهايه انت اللي مشكلتك الصحيه ده موجوده معاك وما فيش حد هيبص علي. عليك يا <applause> كم كلمة بتحكي بالثانية؟ بس كمان أنا شخصياً بعرفها بحكي كم كلمة و... أنا أنت قاعدة مع عالم دلوقتي وأنت قاعدة مع عالم شو... شوية المفروض تبقى في كده نوع من الخضوع والخنوع شوية كده يعني هلا أنا, أنا بعرف أحكي بسرعة مش هلا اه تمام بفهم انا برضه انا 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 اصلا بتكلم ثلاث لغات فغالبا هو عم انا انا غالبا أنا, غ... انا غالبا انا غالبا حاجه انا غالبا بسبب ان انا بتكلم لغات إيه إيه السرعه دي اكتسبتها كنتيجه لل لتح... يعني ان انا مثلا وليكن موجود في تركيا حاليا فبتكلم مثلا وليكن تركي فاصلا اللغه التركيه هي شا... ش... يعني شألابة اللغه العربيه هي شقلبت اللغه العربيه فاهمه؟ يعني اللغه التركيه مثلا لو انا عايز اقول انا اريد ان اشرب الماء مثلا باللغه العربيه لكن بالتركي هتقول سو اتشيماك استيورم يعني اللغة قلبناها قلبنا المفعول يعني قلنا الماء أشرب أنا أريد أن أشرب الماء الماء أشرب أنا أريد ده كده اللغة التركية لو أنا بتكلم كده هقول ف... فأنا بقلب أصلا الجمل عشان أقدر أتكلم مع الأتراك فتلقائيا اللغة بتاعتي بقت سريعة يعني والبديهية بتاعتي بقت أسرع كنتيجة عشان كده بقول للناس بشكل مستمر لو عايزين الذاكرة بتاعتكم تبقى كويسة وعايزين تتعلموا أسرع اتعلموا لغات يعني اللغات من ضمن الحاجات اللي بت... اللغات من ضمن الحاجات اللي بتظبط الذاكره بتاعت الشخص يعني او بتخلي الشخص يستطيع ان هو يستوعب اكتر او كده يعني ما تتعلم لغه يكون الـ الـ المفعول في الاخر والفاعل يعني مثلا تقول انا اريد انا اريد دي بقولها في اخر الجمله برغم ان احنا عندنا انا اقول مثلا كذا فاهمة؟ ف ف فتعلم اللغات شوية ممكن يخلي هو اللي بيكون ممكن يكون سبب في زيادة السرعة عند الشخص أو كده يعني. أه ما لحقت أعمل لك فولو امم تمام انت غالبا مش عايزه تكمل انت تمام ايوه يا دكتور كيف الصحه والاخبار عامله ايه يا الحمد لله والله تمام انا كويسه الحمد كويس لله صح. الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا رب ربنا يبارك فيك الله يبارك لك يا ابني إيه إيه الله يبارك النهارده هتسالينا في ايه ما هو السؤال الطبي إيه اليوم استنى بس عشان لسه صاحية من النوم ودماغي ما استوعبتش امبارح <applause> اتكلمنا على طبق السلطة امم النهارده نتكلم عن ايه؟ النهارده بقى نتكلم على الاكل نفسه بقى الوجبة الفطار غير السلطة بقى انا هقول لك مكونات هقول لك مكونات الطبق الصحي ايوه بصي بقى الكلام اللي انا اقولك ده بسيط جدا بس انت لو فهمتيه هتلاقي في حاجات كتيره جدا بتتغير في حياتك وفي حاجات امراض كتيره هنعالجها بس بمجرد ان احنا نعرف ما هو ما هو مكونات الطبق الصحي إيه بنقول <applause> طبق طبق الاكل الصحي ده بنقسمه اربع حاجات يعني مثلا ده الطبق اهو الطبق بتاعنا بنقسمه اربع اجزاء الجزء الاولاني من الـ يعني مثلا لو احنا هنعلم كده مش عارف هيتعلم ولا لا او مثلا ممكن نكتب هنا اه فاهمة 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 لا خليني نكتب لك برضه عشان تبقى الاستفادة أحسن بص يعني مثلا بنقسم إيه؟ الطبق بتاعنا لأربع أجزاء كده أربعة أه أربعة وبنكتب في المربع الأول الحبوب الكاملة اللي هنا هنكتب م. الحبوب الكاملة المربع اللي أيوه. بعده البروتين الصحي المربع آه. اللي بعده الخضراوات المربع اللي بعده الخضروات المربع اللي بعده الفواكه يبقى طبق الاكل آه. طبق طبق الاكل الصحي بتاعنا الحبوب الكامله البروتين الصحي الخضروات الفواكه بس م. هناك اشياء مش حطيناها في الطبق هنتكلم عنها برضو عايزين نقول ان شرب الميه شرب الميه ده اساسي لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من البشره بتاعتنا ميه، الميه هي كل وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى الميه طب انا يا دكتور احتياج اعرف احتياجي من الميه ازاي ان انا بقسم الوزن بتاعي على 8، الناتج اللي يطلع ده عدد الكوبايات اللي احنا المفروض محتاجينها يوميا. يعني مثلا انا وزني 80 <applause> مثلا يبقى 80 على 8 يبقى انا المفروض اشرب 10 كوبايات ميه يوميا يبقى <applause> آه. اه حجم الكوبايه 250 مللي يعني 2 لتر ونص في حاله وزني كان 80 لو 90 يبقى نق... يبقى نقسم 90 على 8 انت وزنك كام؟ بقول لك وزنك مثلا وزنك كام؟ وزننا م. انا بقى لي فتره ما وزنتش نفسي بصراحه يعني مثلا 80 90 100 110 لا 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 ممكن يكون ممكن يكون 80 85 أوه. كده لا مثلا لو قلنا 85 على هنقول 8 هيطلع 10 كوبايات من الميه يوميا 10 يوميا كب... اه يبقى يوميا 10 كوبايات 10 كوبايات ديت <applause> اه 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 80 تمن... آه تمن... تمن... على 80 تمن... يبقى 10 كوبايات يوميا يبقى 2 لتر ونص <applause> نص ايوه الساعه 10 اه اه يبقى ده تمام يبقى يعني عشان بوظبط 10 كوبايات ونص عشان يبقى احتياجك بالظبط يعني ما تقليش عن 10 كوبايات آه. يبقى 10 كوبايات ونص ده احتياجك آه. قول 11 خليهم 11 آه. علشان خاطر الحبايب يا سيدي نورنا اه, آه. تمام يبقى ده كده عدد الكوبايات يبقى انت كده قلنا اول حاجه مكونات الطبق الصحي مكونات الاكل الصحي مقسم لاربعه اه لاربع آه. اول حاجه شرب الميه بنتكلم ده مش من ضمن الحاجات بس دي اساسي دي من ضمن الاساسيات عشان تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله محتاجين الميه الشاي او هو... القهوه آه آه بعد كده نخش على الشاي والقهوة بالنسبة للشاي والقهوة حد أقصى بالنسبة للشخص البالغ بنقول ثلاث كوبات ولو أنت كبير كفاية كوباية أو كوبايتين يوميا سواء كان شاي أو قهوة مع قليل من السكر أو بدونه آه دي كده مهمة آه ا إيه عايزين نقلل من الحليب او منتجات الحليب لواحد اتنين حصه يوميا يعني كوبايه صغيره يوميا <applause> الحليب عندنا كوبايه صغيره من الحليب يوميا ويفضل مش الحليب اللي موجود في الماركت يفضل الحليب اللي جاي من عند الفلاح اللي جايبينه من الغيط من هنطلع على الغيط <applause> ونرضع من الجاموس على طول الله اكبر تمام <applause> 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 دي كده يديك دي الصحه آه. الله يكرمك كملي معايا علشان اكملك طبق السنه جميل آه. آه. يبقى احنا قلنا يبقى قلنا نقلل هنقلل آه هنقول كوبايه حليب يوميا عايزين نتجنب المشروبات السكريه نتجنب المشروبات السكريه آه. تمام آه. انا بكلمك حاجات كده لو كل الناس مشيت بهذا الموضوع يعني اغلب الناس مشيت على هذه التركيبه اللي انا بقول لك عليها ما لم يكن هناك خلل مرضي آه. ممنوع من شيء معين الناس كلها بتبقى آه. اسود ماشيه في الشوارع <applause> آه, اه 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 لان التغذيه الاكل بتاعنا بياثر على حياتنا لان ده هو اللي بيدينا الطاقه هو اللي بيبني لنا الانسجه طبيعي. هو اللي بيعوض لنا طبيعي. هو اللي بيحارب امراضنا فاحنا بقول لك اهو يبقى احنا قلنا كوبايه حليب يوميا نشربها طبيعي. كوبايه من الحليب مثلا وليكن يوميا نشربها ممكن لو احنا عايزين نشرب عصير برده ممكن كوبايه صغيره من العصير برده ما نزيدش عنها كوباية عصير مثلا يوميه لو عايزين شاي او قهوه ممكن كوبايتين او ثلاث كوبايات حد اقصى من الشاي والقهوه مجموعين مع بعض مثلا يبقى احنا كده ده كده قلنا شاي او قهوه او نسكافيه او اي حاجه او او اي شيء من هذا القبيل ده كده بالنسبه للحاجات اللي احنا بنقول عليها المشروبات يبقى دي كده اتكلمنا عن المشروبات وقلنا على راس هذه المشروبات المي وقلنا الحليب قلنا الحليب بس يفضل يعني نتكلم مثلا وليكن عن الحليب اللي هو يكون آه. جاي اللي جاي يعني. سوري من الجاموسه على طول اه اه اه, آه يعني بس بنغير يعني من ك... بقري او جاموسي آه. او اي شيء بس طبعا يعني بحيث ان هو يبقى مضمون يعني مش مغشوش او مش محطوط عليه مواد حافظه علشان المواد الحافظه شويه آه. بتاثر آه. وتعمل لنا انتفاخات وأشياء من هذا القبيل إيه وما لم يكن شخص عنده مرض اصلا حساسيه من اللبن يعني لكن احنا ما عندناش خلاص تمام. إيه تاني آه. حاجه بنقول عايزين نتناول مجموعه آه متنوعه من الحبوب الكامله زي خبز القمح الكامل والارز الاسمر والمكرونه المصنوعه من الحبوب الكامله آه ونقلل من كل الحبوب المصفاه. زي الرز الابيض والخبز الابيض وكده هن هن يعني آه. يعني هناخد الحبوب اللي هناخد مثلا العيش الاسمر رغيف العيش الاسمر هناخد المكرونه اللي مصنوعه من برده من الحبوب الكامله يعني. آه, اه يعني العيش بتاعنا الاسمر عشان يبقى فيه نسبه الياف عاليه علشان الهضم بتاعنا يبقى كويس وما يحصلناش اي اضطرابات هضميه او تقلصات او مغص آه. او مشاكل في المعده او بتاع أيوة يبقى أيوة أيوة على أيوة العيش الاسمر يبقى سهوله و... الهضم امم عشان آه. الهضم يبقى ده كده بالنسبه للحبوب الكامله اللي احنا قلناها في اول مربع ده كده المربع الاول يعني ربع الوجبه في الحبوب الكامله ده ربع الوجبه عشان أنت بتقسمي الطبق بتاعك تحطي طبق واحد تقسمي فيه اربعه اربع تربع دول فاهم حاجه نتكلم عن البروتين الصحي البروتين الصحي افضل مصدر البروتين السمك في المقام الاول بعد كده الدجاج وبعد كده البقوليات والمكسرات اصعب انواع البروتينات اللحوم الحمراء والجبنه وعشان كده بنقول عايزين نت... آه. نقلل من تناول اللحوم الحمراء والجبنه ونتجنب تناول شرائح اللحوم البارده والانواع المعالجه صناعيا. تمام؟ مم. إيه مم. يب... يبقى ده كده بالنسبه للبروتين، ده كده بالنسبه للبروتين الصحي يا دكتور احمد كده تمام؟ ده اتكلمنا على البروتين الصحي قلنا السمك والفراخ والبقوليات والمكسرات وهذه الاشياء نركز فيها ونقلل شويه من اللحوم الحمراء وكده. بعد كده دكتور احمد احنا كده تكلمنا عن البروتين الصحي يبقى ربع الو... الحبوب الكامله والبروتين الصحي دلوقتي نتكلم عن الخضروات بس المو... قبل ما نتكلم عن الخضروات احنا تكلمنا عن الميه حاجه سائله هنتكلم عن حاجه سائله تانية بس برضو مهمه الزيوت الصحيه الزيوت الصحيه هي اللي نستخدمها علشان نقي نفسنا من خطر امراض محققه كنتيجه لاستخدام الزيوت الضاره ما هي الزيوت الصحيه دكتور احمد الدهون الصحيه زي زيت الزيتون والكانولا ويعني لما نيجي نطبخ الاكل بتاعنا او نحط او هنحط مثلا زيوت على على السلطه بتاعتنا او على في مائده الطعام بتاعتنا عايزين نقلل من تناول الزبده ونتجنب الدهون المتحوله يبقى الزبده والدهون المتحوله نحاول نقلل منها ونركز على الدهون الصحيه زي زيت الزيتون والكانولا ونحطها في الاكل بتاعنا سواء كان في الطبخ بتاعنا او كان في طبق السلطه بتاعنا يبقى احنا كده تكلمنا في الزيوت نخش على الخضروات بقى آه. الخضروات كل ما نزود من الخضروات بتاعتنا كل ما نزود من الخضروات بتاعتنا نقدر نقول زادت الفايده بتاعتنا الخضروات زي ايه؟ البطاطا او البطاطا المقليه لكن البطاطا المقليه لأن ما بندخلهاش ضمن الـ يعني يعني ما بندخلهاش ضمن ال اسمها نكمل بس الاول الماكولات اه يعني البطاطا المقليه لا تدخل ضمن الخضروات يعني ممكن الخضروات مثلا بتاعتنا المختلفه اي الخضروات بتاعتنا بشكل عام ممكن يدخل منها البطاطا لكن لو اتقلت يبقى كده مش اصبحت من الخضروات تمام اه اه نشويات أممم امم هي نشويات طبعا بس انا بتكلم اه اه البطاطا من النشويات هي نشوية. الخضروات برضو ما لهاش بالخضروات خالص اه لا آه. في الخضروات الورقيه الخضراء الخاص الجرجير الكرفس البروكلي الشبت البقدونس الفجل الرجله الكابوتشا الايسبرج ممكن ندخل برضو آه الخضروات آه. الكوسه ممكن ندخل مثلا وليكن الكوسه وكل هذه الاشياء آه. يعني الملفوف مالهاش دعوه بالبطاطا ماشي ماشي انا قلت لك البطاطا ندخلها آه. من ضمن الخضروات يعني انت ممكن مثلا وليكن انت بتعملي ملفوف مثلا بتبط... بتطبخي مثلا ملفوف مع هندباء مع خرشوف مع مثلا حاجات مثلا وليكن خضروات زي كده حطيتي شويه بطاطس آه. صح... حطيتي بطاطس سلقتيها خلاص ممكن ندخلها ضمن الخضروات ايوه 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 ندخلها أيوة 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 ضمن أيوة 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 أيوة. الخضروات اه اه كمكبة آه. آه, اه 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 يبقى آه ندخلها آه ضمن الخضروات تمام يبقى ده كده الخضروات الربع التالت الخضروات بتاعتنا مثلا خاص الجرجير سواء كان موجوده مثلا الخضروات بتاعتنا وتبقى مثلا موجوده في طبق السلطه او 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 موجوده مثلا وليكن في الطبق المسلوق او الحاجه او النيف ني او الحاجه اللي احنا ناكلها من الخضروات بعد كده نخش على الفواكه الفواكه بنقول تناول كثير من الفواكه بانواعها المختلفه بس لو انت ما عندكش مرض يعني لو عندك <applause> مثلا لان واحد مثلا عنده زياده في الوزن شويه بيبقى الاعتدال في كل شيء مطلوب يعني لو عنده زياده في الوزن مثلا وليكن يعني بص الاعتدال دائما وهو مطلوب لكن ان احنا نمنع نفسنا على الاكل مطلوب اه طبيعي اه اه ده كده لو احنا قدرنا نخلي ربع الوجبه بتاعتنا ربع الوجب الاكل اللي احنا بناكله طول اليوم بتاعنا حبوب كامل الميه طبعا في الاساس والزيوت الصحيه ديت اساسيات موجودين على كل الاكل بتاعنا يبقى الزيوت بتاعتنا اللي هنستخدمها زيت الزيتون زيت الكانولا الزيوت المختلفه او كده دي اساسي وشرب الميه وكوبايه الحليب وكوبايه العصير ده اساسي يوميا ناخدهم دول ثابتين بعيد عن الاربعه اللي احنا قلنا عليهم الاربعه اللي احنا قلنا عليهم اللي هو بنتكلم عن الحبوب الكامله والحبوب الكامله واتفقنا ان احنا بنركز على النوع الاسمر الخبز الاسمر العيش الاسمر المكرونه السمرة إيه مثلا إيه بنركز مثلا الاشياء اللي فيها رده آه الاشياء اللي, اللي فيها رده, ردة. البروتين الصحي اتفقنا افضل مصدر الاسماك والفراخ والبقوليات والمكسرات م. ونقلل من تناول اللحوم وال... ونقلل من تناول اللحوم بعد كده مثلا وليكن والجبنه وانواع الجبن المختلفه والحاجات المصنعه بعد كده قلنا الخضروات وعرفنا الخضروات ازاي بتكلمنا عليها سواء كانت في الحاله النيئه بتاعتها وفي الطبخ بتاعنا والفواكه ناكلها بشكل مختلف ما لم يكن هناك خلل مرضي والاعتدال دائما نقول مطلوب وده طبق الصحي او طبق الاكل الصحي المفروض نمشي عليه لو احنا عايزين نعيش حياه صحيه بدون امراض. اه هم. شكرا بستفيد منك انا والله. امبارح يعني... عملت طبق السلطه بالظبط زي ما انت قلت و بس ما اكلتش حاجه معاه لان حسيت اما اكلته صد نفسي عن, الـ عن الـ الاكل فبديت اه واحده طبق السلطه ده لغايه بالليل مثلا لما اكلت حاجه حسيت بالجوع واكلت لكن جزاك الله كل خير يا دكتور بجد 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 يا ريت الناس تستفيد من اللي انت بتقوله ده الله بجد يعني هيقينا هيقينا من الامراض يعني آه. يكفي انه هيقينا آه. من الامراض آه. وهيخلينا هيخلي جسمنا صحي عندك حق. هيخلي هيخلي في صحه انت واخد بالك فعسى وعلى الناس تفهم عسى وعلى الناس تفهم تفهم الكلام ده يعني كلام كلمت... جداً, جدا جدا اه طبعا آه طبعا بستفيد منه انا عن نفسي بس ما اظنش ان حد هيقعد معاك وما يستفدش بالكلام ده. الله يسلمك. لانك انت بتك ب... بتخاف على صحته، يعني انت خايف على صحته. وانت لو مش خايف على صحته ما, ما بلاها كلام. صح؟ فجزاك الله كل خير واشكرك جدا جدا والله انت شرفتني ونورتني والله العظيم. والله انا قوي 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 يعني اللي اللي بيخليني بحران. يعني اللي بيخليني يعني انا والله اللي يعني اللي بيخليني اللي بيخلي معنى للحياة ان انا بقابل ناس زيكم صراحه يعني اللي بيخلي الحياه معنى ليا ان انا بقابل ناس زيكم الله يخليك سبب في تغيير حتى لو <applause> واحد في المية تغير حياه انسان فهذا يكفيني يعني مش لا اريد حاجه من هذه الدنيا أكيد. أكيد. سوى ابتسامه أكيد. أكيد. على شخص تعافى من مرض اللي بيسمعك دلوقتي لا اكيد اللي بيسمعك دلوقتي هيستفيد اكيد مش انا لوحدي الله يخليك. جزاك الله كل خير يا حبيبي. الله جزاك يحفظك. الله يخليك، الله يكرمك يا حبيبي. أهلاً بك يا فادي، ربنا يحفظك. كيف الصحة والأخبار؟ السلام عليكم. مساء مساء النور، كيف الصحة والأخبار ملك الشام؟ وعليكم أنا دكتور تغذية، لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسالني تمام الحمد لله كيفك أنت؟ الحمد لله والله تمام. أنا دكتور تغذية، لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسألينا نفيدك. لا ما عندي شي أنا شو أخبارك أنا الحمد لله ولا تمام طب أنا أستأذنك أشوف حد ممكن أساعده يلا باي السلام عليكم السلام عليكم ألو مرحبا أنا دكتور تغذية لو عندك زيكم أي... الحمد لله والله تمام أنا دكتور تغذية لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسألنا نفيدك <applause> السلام عليكم <applause>